فهمتي فضيحة طبعا. الجلول تم عزله بالطريقة هذه معناها بعد العطاء وكان من نجم نقول من أحسن الوزراء الموجودين في نداء تونس معناها في الفترة هذه. وكان نداء تونس أين نداء تونس وقت اللي تم إقالة استغناء على خدمة نجي جلول؟ أو أسهل صاحب السلطة سي حافظ قيد السبسي أسهل وجه له السؤال هذا وربما كان هو أنا مساهم فيه في خصوص معنى يزيد شوف.